السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في قناة معاد ار تي بلوك. اليوم انا في مدينة مدريد وبغيت نوريكم واحد اكبر حديقة في مدريد، هذا المنتزه اللي واعر شي حاجة بزاف. قبل ما ندخل للمنتزه بغيت نوريكم هاد البوابة الملكية اللي سميتها لا بورتا دي الكالا، يعني باب القلعة، كانت تبنات في عهد كارلو الثالث في القرن 16. وهذه البوابة هي قديمة على أرك تريوم اللي كاين في باريس اللي كاين في برلين، يعني شي حاجة قديمة بزاف. وهذه من المعالم ديال اللي كاين هنا في مدريد، خليكم تشوفوها. غادي ندخلو نشوفو الحديقة اللي كنت قلتلكم قبيلة. يلا دابا حنا دخلنا للحديقة وغادي نمشيو نشوفو فيها شنو كاين وداكشي. هذا هو الخوز اللي بغيت تكري الفلوكا كتمشي من ليه تسوي فلوكا تسرى مع راسك. الحديقة يعني كبيرة بزاف، الناس ديال مدريد كيعتبروها بلي هادي هي الرئة ديال مدريد، حيت فيها الخوت شي 15000 شجرة، وفيها أقدم شجرة اللي عندها شي 400 عام، هي أقدم شجرة في مدريد. غادي نحاولو نشوفوها من دابا شوية. حقيقة هنا عييت شوية، الحديقة كبيرة بزاف الخوت، غادي نرتاح شوية وغادي نكمل. دابا ارتاح شوية الخوت، دابا غادي نكمل، غادي نمشيو لواحد البلاصة اللي واعرة بزاف، خليكم معايا ويلا نمشيو. هات واحد البلاصة هي ندور لكم الشوف. هاد البلاصة اللي كانت قديمة بزاف كانوا كيديرو فيها حيوانات بحال الزرافة، راهو دايرين تصويرة، وفي نفس هاد البلاصة نيت يعني كانوا كيحطو هنايا حيوانات. دابا ما بقى والو، يعني خسارة. هاد الديكور عاوتاني هنايا نتوما تشوفوه، دايرين الديكور واعر الخوت بزاف.
شوفوا كتشوفوا هاد الديكور هذا واعر بزاف. هادي الكنيسة ديالهم صافي، وكاين الشارع مليح، يعني الديكور واعر بزاف. دابا غادي نمشيو نشوفوا واحد المعلمة اللي واعرة بزاف، وواحد القصر، واحد القصر مصاوب بالزاج والحديد. حنا دابا غادي نشوفوا دور قصر الخوت، دابا غادي نمشي ندورو من الليل. البلاصه اللي واعره بزاف، اللي كانت تتنفس كنظن واقيلا في القرن 17. هاد البلاصه اللي كانت دارت على اساس بان باش يبداو يديرو فيها النباتات اللي نادرين، يديرو معرض نباتات. خليكم دابا تشوفوا كيفاش. وصلنا للاخر ديال الفلوق الخوت. ما يكون الفيديو عجبكم متنساوش جيم و سبسكرايب، ان شاء الله يكون دائما الجديد و شي حاجه ما احسن ان شاء الله.
back to a place where we can hide. You wanna stay there, wanna stay there. You wanna stay there, we can leave.